السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة رضا الدسوق الأعزاء. كل يوم جديد، النهاردة معانا ومعاكم برنامج أو موقع جديد وتطبيق كمان بينزل على الموبايل، إزاي تحمل فيديوهات من اليوتيوب. مبدئيا كده الموقع بتاعنا سهل والشرح بتاعه سهل وجميل، هنستفاد منه لناس كتير عايزة تحمل فيديوهات من اليوتيوب عن طريق الموقع ده. اتبع الشرح معايا للنهاية عشان تفهم إزاي هتحمل الفيديو من على اليوتيوب، لو عاوز تحوله صوت او عاوز تحمله فيديو بصيغة معينة وبجودة معينة. ان شاء الله برضو الفيديوهات اللي جاية هنزل لكم ازاي تحملوا فيديوهات من الفيسبوك بدون برامج وبدون اي شيء. الموضوع سهل وبسيط، بس اتمنى تدعمونا بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد كبير، ودعم لنا عشان الاستمرارية وننزل لكم كل يوم جديد. مبدئيا كده ده الموقع بتاعنا، الموقع جميل وسهل، بينزل لك احصائية الاكثر تحميلا هذا الاسبوع طبعا زي ما انتم شايفين. كمان في امكانية تحويل اليوتيوب الى ام بي 4 بجودة عالية زي ما ذكرنا، وكمان بيحولها لام بي 3 وبجودة برضو عالية جدا. كل الحاجات دي موجودة في اليوتيوب في الموقع اللي احنا هنشرحه النهاردة. هنحمل ازاي على الموقع ده؟ بمجرد هسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو، بمجرد ما ندخل مثلا وليكن على اي فيديو، هنا هنختار مثلا وليكن فيديو مساحة صغيرة او حجم صغير عشان يحمل معانا بسرعة. هناخد الرابط بتاع الفيديو او نعمل مشاركة زي كده، هيدينا رابط للفيديو اسفل الفيديو زي ما انتم شايفين، ده رابط الفيديو هناخده السلام نسخ عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا متابعين قناة رضا، ونخش على الموقع بتاعنا ده ونحط الرابط بتاع الفيديو هنا لصق، ونقول له ابحث. مجرد ما بيعمل لي بحث على الملف بتاعي زي ما انتم شايفين كده، في امكانية ان انا هنزله ام بي 3 او انزله فيديو بالجودة بتاعته. ومجرد ما بضغط على كلمة تحميل هينزل الفيديو عندي على الكمبيوتر او على التليفون بتاعي. لو انا هستخدم التطبيق هينزل على الموبايل ابليكيشن، الابليكيشن ده بيتيح لي برضو ان انا احط رابط الفيديو او اسم الفيديو او ابحث عن فيديو معين هينزل لي على التليفون بتاعي. لو انا جربت ان انا ابحث مثلا على فيديو معين مثلا مهرجان، وليكن مثلا ايا كان المهرجان، هيجيب لي الفيديو بتاعه، فيديوهات كتيرة جدا. لو انا حابب ان انا اعمل تحميل لده، تحميل لده نفس الطريقة بالظبط. لو انا معايا رابط الفيديو او عنوان الفيديو او اسم الفيديو اللي انا عايز احمله. كمان انت ممكن تنزل التطبيق بتاع البرنامج على الموبايل او الموقع ده تنزل له التطبيق بتاعه على الموبايل زي ما انتم شايفين. هتفتح عن طريق الموبايل الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، وتنزل التطبيق على الموبايل بتاعك وتستفاد من الخدمات اللي موجودة على الموقع. الموقع مجاني جدا، وفي امكانية زي ما ذكرنا تحويل الفيديو اللي ام بي 3، يعني تشغله اغنية، مش عايز فيديو عايز انزله اغنية، في معاك كل الخيارات المتاحة. انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم او اللي جاي هنزل لكم ازاي تعملوا تحميل لفيديوهات الفيسبوك. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معانا ويفعل الجرس. وعلى القناة هتلاقوا مجموعة فيديوهات كتير جدا هتفيدكم. اتمنى يكون الفيديو افادكم واستفدتم منه، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.